مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم. يسعدني أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لمسات نسائية. لمسة الليلة تقدمها الأخت خديجة إلا من خلال اقتحامها لعالم الرياضة الذي كان إلى وقت قريب حكرا على الرجال فقط. نرحب بالأخت خديجة إلا كضيفة على حلقتنا الليلة، وندعوكم مشاهدي الأفاضل إلى التعرف على ضيفتنا أكثر من خلال تتبع الربورتاج التالي. إلا خديجة لاعبة سابقة النادي البلدي وحاليا مسيرة للمستوى الدراسي علوم بكالوريا. وبالنسبة للتسيير ديالي بدا في 2000 من 2000 تقريبا و6، كنت لاعبة وفي نفس الوقت مسيرة النادي. في المسيرة ديالي حققت بطولتين كلاعبة وبطولتين الآن كمسيرة. الصفة الحالية كمسيرة النادي أمي المال في المكتب المسير، ورئيسة لجنة كرة القدم النسوية بعصبة الصحراء، وعضو بلجنة كرة القدم النسوية بجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. بالنسبة لمسيرة الفريق كانت بدأت في 2000 ومع المجلس البلدي كانت بدأت في 2005. حققنا على اثرها، كانت اول بطوله تبرمج على حساب بهذا المفهوم ديالها برومي ديفيزيون، بدات في 2007. حققنا على اثرها المركز الثاني، ثم حققنا المركز الثاني. موسم 2008-2009 كانت اول بطوله للنادي البلدي النسوي لكره القدم. 2010-2011-2012 بالبرنامج الجديد حققنا 3 بطولات رفقة الفريق النادي البلدي نسوي كرة القدم. بالنسبة على مسيرة الفريق في كأس العرش 2011 كنا وصيفي البطل، 2012 كنا وصيفي البطل، طلعنا النهاية. كانت توقفت البطولة لأسباب خارجة عن إرادة المنطقة الجنوب كلها بأسباب مشكل النقل. 2013 عودنا تدابير الفريق ورجعنا عاوتاني احتلينا المركز الثالث وطنيا، و2015 حققنا البطولة. مرحبا بك خديجة إلا معنا في حلقة برنامجنا الليلة، وباسمي وباسم المشاهدين أهنئ فريق الذي تشرفين عليه، الفريق النسائي، والذي كنت حقيقة بطلة سابقة فيه على فوز بدور البطولة الوطنية، فهنيئا لكنا ونرحب بك في هذا البرنامج. شكرا، وكنرحب بجميع المشاهدين الحلقة، وكنشكر برنامج لمسات نسائية على هذا التشريف اللي عطاونا باش نعطوا الكلمة ديالنا في هذا البرنامج. الحقيقة هو كذلك شرف لأسرة البرنامج استضافتكم، وندورك من خلال هذا البرنامج ومن خلال كذلك لمساتكن النسائية في عالم الرياضة وفي كرة القدم بالخصوص، اللي هي الحقيقة كانت حكرا على الرجال إلى وقت جد قريب، لأنك توضحي لنا أختي خديجة عن واقع الرياضة بصفة عامة، واقع الرياضة النسائية في الأقاليم الجنوبية. بالنسبة للواقع الرياضة في العيون، هو كاين قاسم على مرحلتين. كاين المرحلة اللي ما كانش عندنا واحد البنية التحتية اللي نقدروا نمارسوا فيها، ما كانش عندنا واحد الرؤية كمجتمع انه الفتاة تمشي تمارس رياضة كرة القدم بصفة خاصة بصفة عامة. ولكن الآن الحمد لله الواقع الثاني انه فتحت لنا الكثير من المجالات، الكثير من الدعم الحمد لله، اللي خلانا نرسخوا فكرة انه المرأة قادرة باش تلعب الرياضة وقادرة باش تثبت راسها في الواقع الذكوري. بالنسبة لهذا الوضع، هذا الوضع ديال وضع الرياضة بصفة عامة في الإقليم، يكان هو وضع اللي هو ماشي في التقدم، وندورك كذلك لعدت عندك معلومات كذلك عن الجهة الأقاليم الجنوبية، لأنه أنا كنعرف على انه في العيون لحد الساعه كاينه فرقه واحده نسائيه لكره القدم، يكان هون فرق ثانيات مثلا في السماره وغريميم والداخل. بالنسبه لكره القدم الرياضه بصفه عامه في الاقاليم الجنوبيه،
لحد الساعة كاين كرة القدم، كاين بالنسبة للسمارة كاين فريق تفاريتي، بالنسبة للداخلة كاين فريق مولودي الداخلة حتى هو نسائي كيمارس الآن بالعصبة، بالنسبة لفريق السمارة كيمارس في القسم الثاني، طنطان عندهم فريق نهضة طنطان النسائية كيمارسوا في القسم الثاني، في العيون كاين عندنا شباب المسيرة وعندنا مولودية المرزة يمارسوا في العصبة. نسائيات كل كرة القدم نسوية. نسوية. خديجة أنت كنتي لاعبة في الفريق، ندورك تحدثيني على مراحلك وفكرة ديال اقتحامك لهذا النوع من الرياضة بالخصوص. الصراحة كنت أنا مجموعة من الصديقات ديالي، رباب عيلال وفاطمة الزهراء الفحصي ونوال بن يونس وتكبر لبيه، جميع صديقاتي، يعذرني لا نسيت شي واحدة. هذا كنا بغينا نديروا شي فرقة، كنا بغينا نلعبوا الرياضة بأي طريقة، يعملها كرة السلة ولا كرة اليد ولا كرة الطائرة ولا كرة القدم، دخلنا جميع المجالات ووفقنا مولانا باش دخلنا فريق كرة القدم. وكنا في الأول مع فريق شباب ساقية الحمراء اللي كان وجه له التحية لاحتضاننا له في أول مرة، بعد ذلك تعذر عليهم عنهم يساندونا ماديا، تدخل سيد رئيس المجلس البلدي حمدي عبد الرشيد، ومنين عرف النتائج ديالنا وعرف الرغبة ديالنا بالفوز وعدنا بأنه غادي يكون هو الرئيس، وقالنا غادي نمشي معاكم منين تعودوا انتم الأولاد في المغرب. وبصفتكم تقريبا أغلبية تكون تنحاذروا من مجتمع صحراوي، يا كانكم رأيتوا التشجيع لأنه كنت تعرفي الثقافة الحسانية هون في مجتمعنا اللي هي كتجيهم غريبة على أنه فتاة تلعب كرة القدم بهاي الجرأة، يكنكم رأيتوا دعم والله رأيتوا مثلا صراحة تعرضنا كامل الواحد الضغط أنه أهلنا ديك الساعة كنا مازلنا صغار 18 سنة، وكانت أهم عندهم حاجة هي القراية، ومع نفس الوقت ما كانش ذاك الصيت لكرة القدم انه لانه الفتاه تقدر تعطي فيه كيف ما كيعطي فيه الرجل، يعني دائما كنا نسمعوا عبارات نقولها بالعاميه وطفروا الرجال ما بقول العلايات كان هذا دائما كيقولوا لنا هذه الجمله، ولكن رغم ذلك الحمد لله استطعنا باش نفرضوا وجودنا على اهلنا وعندهم يتقبلوا عنا بغينا نمارسوا ذي الرياضه ويخلونا نشوفوا نحققوا احنا فيها حققنا فيها غادي نمشوا، ما حققنا رانا ديك الساعه نرجعوا لكلامهم الحمد لله وفق الله. وهنيئا لكم راكم ابدعتوا الحقيقه. بارك الله فيك. المجالات كان مثلا كيف انتم ذاك كفريق كره قدم اللي قلت لي على انه نسائي كامل، كان هون مجالات ثانيه رياضيه بالنسبه لنا هون في المجتمع الصحراوي في الاقاليم الجنوبيه اللي مقتحمات النساء مثلا من غير كره القدم؟ للاسف ما حاليا مازال ما توفرت الظروف اللي يعود عندنا فريق كرة سلة للفتيات أو فريق كرة طائرة أو فريق كرة اليد أو حتى لاعبات يلعبوا كرة المضرب، مازال عندنا شوي الناس مازال ما دخلت هذا المجال. هذا كانوا من البنية التحتية ولا لا الثقافة عند الناس ما فات عاد؟ بالعكس البنية التحتية حاليا متوفرة بواحد شكل رهيب جدا في مدينة العيون. الحمد لله. الحمد لله، لأنه أنا بعد لأني جلت كرياضية في المدن المغربية كلها ما كايناش شي مدينة عندها هذا المركبات اللي دابا دارت في العيون من طرف المجلس البلدي كالمركب النسوي أو الملاعب القرب اللي تقارب 39 ملعب ديال القرب، يعني شي حاجة إنجازات كبيرة جدا مفتخروا بها في مدينة العيون. الحمد لله أنه أي واحد يمرق ويجبر تيران قدامه ويلعب فيه، هذا شي ما كانش قبل. يا غالية كان الثقافة، لأنه شفتي كان ثقافة المجتمع تشجع، كان الناس هون يشجعوا ومناتهم على اقتحام. حاليا بوجود النادي البلدي وبفعل الحمد لله الإشهار اللي درنا يعرفوا بأنه البنت تقدر تقرأ وتقد تقرأ وتقد استقطبتوا أنتم؟ طبعا احنا دابا عندنا واحد الفريق كبير يتكون 38 لاعبة كبيرة، وعندنا فريق ديال الطفلات الصغار، والجميل في الامر انه اهلهم يجيبوا بناتهم، هما في الاول كانوا كيمنعوا بناتهم، ولكن منين شافوا بانه عندنا حققنا 4 بطولات على الصعيد المغربي، يعني 4 بطولات ما يسهل يجي فريق من الصحراء ويعود هو الاول في المغرب في بطل المغرب 4 مرات، شي حاجه رهيبه جدا في وجود الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي والمغرب التطواني، يعني نوادي كبيره والجيش الملكي ونجو احنا نعود الاولين في المغرب،
الا وانه كاين هناك واحد الانفتاح كبير على الرياضه بصفه عامه وعلى كره القدم بصفه خاصه. كتجبروا منافسه من عند الجنس الاخر من عند الرجال؟ طبعا الرجل ما غاديش يرضى بها انه المراه تعود هي بطله المغرب. كنت لعبتوا ضد فريق رجالي غلبتوه ما احنا في التدريب المدرب دائما كيجيب فريق ذكوري هو اللي كينافس به، كيكون واحد كنقولوا بحال اون ماتش تيست، كيجيب لعابه رجاله وكيقارن لي كاليتي اللي عنده ديال اللاعبات بالكاليتي ديال الرجاله. كنغلبوهم. ايه انا زين عندي نسمع كلمتي، كانكم تغلبوهم اللهم يغلبوكم. كنغلبوهم وكنوجه لهم تحيه على الاحترافيه ديالهم معنا وعنهم يقبلوا يجي يلعبوا معنا ونفسهم. نهنئ لبؤات الفريق من هذا المنبر، لانه الحقيقه فخرنا كاملين في مجتمعنا لاننا جبروا فتيات ونساء ليشجعوا على هذا النوع من الرياضه. خديجه، مشاركاتكم اللي كتشاركوا بها مثلا في الاقاليم، شنو هي الارتسامات اللي كتجبروا عند مثلا، لانه هذا كتجيهم غريبه لانه لاعبات كره القدم ماشي من مجتمع صحراوي اللي هو كان مجتمع جد محافظ وجد هذا، شنو هي الارتسامات اللي تجبروا في الاقاليم الثانيه؟ فعلا كنتصادفوا بعض المرات بشي اشخاص او وحدين ملي كنكونوا بالضبط نازلين في فندق عندنا نلعبوا مباراه كيسولونا واش الفريق كله صحراوي، واش الفريق واش الصحراوي كيخلوا مناتهم يلعبوا الكره. كنقول لهم فعلا وكيسولونا ياك انتم ما جبتوا منا شي بلاصه، هو اي فريق لابد له من دعم. هي كانكم جايبين لاعبات ولكن نادي البلدي الحمد لله 80% كلها ونقد نبصم عليها كلها من منطقه العيون، كاملين من منطقه هذا العيون. يشرفنا كاملين الحمد لله. ومن هون لهنا ننتقلوا مشاهدي الكرام إلى فقرة شهادات وآراء. كيف كيعرف الجميع نظرة المرأة، نظرة المجتمع للمرأة الأقاليم الجنوبية نحو الرياضة نظرا للتقاليد والأعراف بأن المرأة ما تقدر تزاول أي نشاط رياضي، ولكن الحمد لله مؤخرا ولات النظرية تغيرت والفضل كيرجع لبعض الابطال اللي شرفوا بعض البطلات اللي شرفوا المنطقه، من ضمنهم النادي البلدي النسوي اللي حقق 4 بطولات على الصعيد الوطني، وعادوا تقريبا الناس هنا مثل عندهم اي مشكل ولاو كيشجعوا الفتيات باش يمارسوا اي نشاط رياضي، والحمد لله هذا كيبشر بالخير. كيف ما كنعرفوا على مدينه العيون ان الرياضة قليلة بالنسبة كبيرة، يعني بالنسبة لكرة القدم ما كاين اللي كيلعب كرة القدم قليلين، والدليل أنه كاين فريق واحد هو فريق النادي البلدي النسوي. يعني نتمناو انخراطات ياسرة تعود باش نحيوا المرأة الصحراوية والمسؤولين الحمد لله راهم دايرين اللي عليهم، يعني كاينين ملاعب، كاين نادي خاص بالنساء. نتمنى ان شاء الله يكون ياسر من الاقبال على 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 هذه الرياضه. وشكرا. خديجه مرحبتي بك مره اخرى وسهلا في برنامجنا لمسات نسائيه. فعلا تطرقتي معنا العديد من النقط اللي تعني الرياضه النسائيه في الاقاليم الجنوبيه والعديد من اللمسات الرائعه الحقيقه. دورك تشرحي لنا اكثر ولا تطرقين اكثر الاكراهات اللي مازلتوا تراوها انتم تعرقل تطور الرياضه النسائيه في الاقاليم الجنوبيه. بالنسبه للاكراهات اللي كتصادف المسيرين ديال كره القدم النسويه هو انه دعم المجلس البلدي وحده ما يقدمش بالفرقه القدام، او دعم بعض الجهات اللي هو قليل شوي ما غاديش يزيد بالفرقه المستوى اللي حنا كنطمحوا له كمسيرين، كمكتب مسير بالنسبه للطموحات ديالو وكراحه للاعبات وكراحه للطاقم التقني. ولكن كما كيقول الرئيس الحمد لله هذا شوي اللي عندنا فيه البركه، ونتمناو من الناس الداعمين في العيون يحاولوا يلتفتوا للفريق انه فريق مش بامكانيات قليله
استطاع باش يدير الماء اللي يدير مدينة العيون أو المنطقة الجنوبية كاملة في الصف الأول. إشعاع رياضي الحقيقة اللي هو كبير للمدينة مفتخر به. من ضمن هذه الإكراهات اللي قلتي لي على أنه قلة الدعم من جهات أخرى، من هون كان الوزارة المعنية اللي هي وزارة الشباب والرياضة، الوزارة المعنية بالأمر، كانها مدخلتكم كان عندها استراتيجية النهوض بالرياضة النسوية في الصحراء. حاليا بالنسبة للاستراتيجية اللي باغين ينهضوا بها بالتطور في الرياضي بالجنوب، كان هناك واحد شراكة مع الضحى لعصبة الصحراء، وقالوا والله أعلم أنه هذا يقدر ينهض بالواقع الصحراوي كدعم وكتشجيع وكبناء المركبات الرياضية أخرى على دار المجلس البلدي. وهذا راه مازال كلام، احنا انا نقول لك اللي سمعت، ولكن عنه شيء على الواقع مازال ما هو الحقيقه. بناء المركبات لا يكفي، لابد من جلب اطر باش تخدم بالفئات اللي كاينه في الصحراء. تبني الفئات الشابه هو اللي خاص هذه المدينه، خاص اطر كفؤه هي اللي تقد تنتج لنا واحد الجيل اللي قد يبصم على مسيره موفقه للاقليم الجنوبي كامل، لانه اي شيء حاجه في الصحراء راهي كتنتفع منها بوجدور، تنتفع منها السمارة، تنتفع منها اللي قرب المسافه، بعد يقدوا يجي ينضموا هون في المركبات. كاين نوادي نسويه للفتيات عداءات لهذا المركبات، كاين مركب نسوي عام للنساء كله، كاين مركب نسوي للنادي البلدي، كاين مركبات نسوي اللي كاينين في العوده اللي يلاه دابا كاينين تيرانات اللي قدر هو بالنسبه للبنيه التحتيه حاليا في العيون موجوده، ما عليها كلام، خاص الاطر دابا اللي تخدم، خاص الناس اللي تعود عندها غير على ذي المدينه وتخدم بالناس، هذا هو اللي خاص هذه المدينه حاليا. وثقافه الرياضه، لانه تعرفي احنا لحد الساعه تاع المراه الصحراويه احنا جد كسولات في المشي، انتم كطاقات شابه رياضيه كانكم عندكم افق على انكم تعودوا تديروا مثلا دورات تكوينيه للنساء، او تحببوا النساء المراه الصحراويه تحببوها في شيء قالوا الرياضه والمشي، وعلى انه الرياضه تحافظ على الصحه وياسر من حاليا. والله نقولوا بأن الرياضه بصفه عامه في الجنوب كتعتمد على القاعات المغلقه، ما نعرفوش هو حياء من المراه انها تجي تلعب الرياضه، والله لانها خجوله انها تبين بانها باغيه تلعب هذه الرياضه، والله باغا تلعب هذه الرياضه. دائما يا اما كيمارسوا المشي، انا كنشوفهم في الليل العلايات يمارسوا في الليل، والله كيمشوا لافهم الواد البحر ويمارسوا على الكورنيش رياضه المشي، او كيدخلوا القاعات المغلقه كي الايروبيك. احنا كنوجه واحد النداء انه الرياضه ما هي عيب، الرياضه شي حاجه اوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الا كان عندك شي طموح او عندك شي رغبه انك تحققها. حاليا بمدينه العيون كاين موجود كل شيء، كاينين النوادي، اللي باغا تلعب الهوند موجود، اللي باغا تلعب كره السله موجود، اللي باغا تلعب كره المضرب موجود، اللي باغا دير حتى السباحه كاينين لي بيسين. يعني خاص درك العنصر النسوي بالجنوب يستيقظ ويعرف بانه قد انه حتى هو يدير فريق ويعود يتوج باذن الله. خديجه، هذا كامل قلتي زيني، غير شتي انا اللي ندور نوصل به انا وانت هون، بغينا بعض الحلول اللي تقترحيها علينا في تجربتك في الرياضه وممارستك لها عفوا سنين طويله، لانه بغينا بعض الحلول تطرحيها مثلا، او بعض التجارب اللي شتيها انت في مناطق اخرى وتدوري تحققيها هنا، يعني في هون في الجنوب بالنسبه للرياضه من اجل الرقي بها العنصر النسوي الاحسن. لا، العنصر النسوي دائما. الايمان اول شيء حاجه، انه الايمان بقدره الشخص انه يقدر يحقق النجاح. يمكن عندنا، انا كنشوف طفيلات يمشيوا يلعبوا التخبيه الباسكت ويلعبوا الفولي، ودائما عندهم هذاك الدخلي ما كاين بهذا العرب، ما كاين اللي يديها فينا، ما كاين اللي لا
ما خاصهم يديروا بحال هكا. حتى حنا كون مشينا في كره القدم كاين اللي يدير فينا وكنا كنترينوا في مساعد في اللي سبق كنترينوا في التراب ويجوا بعض الذكور ويتموا يستفزونا كانوا يستفزونا بالكلام سيروا الدف قرايتكم سيري قابلي الكوزينه سيري كذا راني قد نقابل الكوزينه وقد نعود بطله ما هي مشكل عندي يعني حتى انت كلاعبه ديال كره السله والله عندك افاق باش تديري فريق خاصك تضحي بياس المسائل وخاصك تعودي مؤمنه بذاك الشيء اللي باغيه توصلي له راه يجيب الله اللي له يسهل ويجيب الله اللي له يدعمك ويجيب الله ولكن خاص بلا تعود الثقه والايمان بالعمل كوني متاكده بانه العيون انا بعد عندي واحد الامل انه العيون باذن الواحد الاحد اللي تكون من اكثر المدن تتويجا لا في كره القدم ولا في كره السله ولا في كره اليد ولا في اي رياضه ان شاء الله الرحمن الرحيم بهذه الانجازات اللي عندنا وبهذا البنية التحتية حاليا اللي كاينه واللي كتتبنى العيون اللي تكون من اول المدن اللي كاينه رياضيا في المغرب كله باذن الله ان شاء الله. تطلعك انت لفريقك النسوي؟ فريق النسوي انا بغيتو يمشي للاحتراف بغينا كتتوجنا بطولات بغينا نشاركوا في كاس افريقيا بغينا نشاركوا في تشامبيونز دافريك بغينا نشاركوا بغينا الفريق يعود كما رفعنا اسمه محليا وطنيا بغينا نرفعوا اسمهم اللي برا هذا هو الطموح ديالنا ونتمنى من الجامعه ان تسمع هذا النداء وتحاول تدخلنا في المنافسات القاريه. دورك تعلي هذا النداء مره اخرى لانه فعلا تطلعنا احنا كاملين لكم انتماتي كلاعبات وكمبدعات وفي الحقيقه هي لمسه نسائيه كانت خارقه في مجتمعنا كمجتمع صحراوي اللي افتخرنا الحقيقه بكم بفوزكم بالبطوله وهذا فخرنا كاملين. هذا تطلعك انت لمستقبل الرياضه النسويه في الصحراء وهو على انكم احترافيه دوليه. البنات عادوا بغاو يشوفوا القدرات ديالهم مقارنه مع اللاعبات الاجنبيات نشوف واش حنا فعلا عندنا فريق احترافي وحتى حنا كمسيرين حتى رئيس المجلس رئيس الفريق والمكتب المسير ديالنا دائما كيحطوا السؤال علاش ما نفسه برا حتى حنا نشوفوا المستوى ديالنا مع الفرق الاجنبيه واش حنا فعلا قدينا نديروا فريق انه ينافس قاريا والله ملي مزات خاصنا الخدمه ومزال كتجربه نحن كمسيرين وكلاعباتنا ملي باش يشوفوا القدر ديالهم مزات مع الفرق الاجنبيه وان شاء الله الجامعات تقدر تدخلنا في المنافسات القاريه بحال ما كتدخل البطل ديال المغرب الذكور يدخل في الشامبيونز ليغ ديال لي زافريك او بيان في الكاس الكونفدراليه ديال افريقيا حتى حنا يهتموا بينا شويه ويدعمونا وان شاء الله راه يقدوا البنات المنتخب المغربي قد يجيب بطوله العالم يقدوا يجيبوها كيف ما يأملوا هما انه الذكور يجيب بطوله العالم يعطي أكيد. شويه بالايمان للعلايات اكيد نتمنى لكم مزيد من التألق والنجاح ولينهرب بك شوي من عند الرياضة لننتقلوا الفقرة الثانية فقرة ينقلها فقرة الطبخ أو المطبخ لنمشوا بخديجة إلى شوي نسولك عن شنو الأكلة المفضلة عندك يا كانك تدخلي المطبخ يا كان عندك لمسة خاصة بالنسبه للاكل المفضله عندي هي مارو ما كيقولوا مارو والحوت ندرجوا الارز والحوت الارز والسمك اكله صحراويه مشهوره هي عندها عروق افريقيه مارو والحوت هي كانت صراحه المطبخ طيبيت حياتك اليوميه حياتك اليوميه دورك تحدثينا شوي عن خديجه الا ك في البيت التزاماتها في البيت التزاماتها في المطبخ لمساتها في المطبخ طبعا اي امراه لابد لها من تدخل المطبخ ولابد لها من تعود عندها لمسات في البيت وبين شوي الوقت كان كيكون بين التدريب وبين التسيير وهذا كنحاول ندخل لها مره باش نعاون الوالده ديالنا في المطبخ التدريب كتدي منك وقت اطول التدريب ومراقبه الفريق كتدي مني وقت اطول ولكن ملي كيكون عندنا وقت خاوي شوي لابد من ندخلوا حتى حنا نديروا حقنا في المطبخ توجهي رساله لفريقك من بالنسبه للفريق كنشكر الرئيس بصفه عامه وبصفه خاصه وكنشكر المكتب المسير اللي معاه مولاي المباركي وموسى والنعمه
محمود كاملين اللي كانوا يسهروا على الفريق، وهم واخا ما يبانوا ولكن حتى هما ما يلعبوا ما يبانوا، ولكن حتى هما دايرين الجهود ديالهم جميعا. والمدرب كنشكروه على الصبر ديالو معنا، اللاعبات الله يطول عمرهم بالاحترافيه ديالهم بالالتزام ديالهم، هما اللي خلونا نوصلوا لهذا المجد وهذا التشريف. وكنشكروا جميع محبي نادي البلدي. اللاعبات ديالي كننصحهم انهم دائما يعودوا اخوه، لانه حنا ما وصلنا لهذا الانجاز الا المحبه اللي بيننا. لما كانت المحبه وما كان نكران الذات ما يقد حد يوصل لاي نجاح، خصوصا الى عادي سيار المجموعه. ولكن الحمد لله حنا عندنا قافلتنا شوي حنينات ويتباغوا بعضياتهم، وحتى حنا هما اللي نبغوهم. وانا بعد كنقول بانه اي انجاز كيكون بفضل الله، بفضل الله وفضل المحبه اللي يرسلها المجموعه. وان شاء الله الله ان شاء الله يجعلنا كاملين تم ودائما توفقين ودائما الاولين. خديجه الا لو كان خيرناك سبب ما تعودي لاعبه كره قدم، شنو اللي كنتي تبغي؟ طبعا نكون لاعبه كره قدم. لاعبه كره قدم هذا هو اتجاهي وهذا هو اللي كنشوف فيه راسي. لا شك خديجة أن الرياضة النسوية بالأقاليم الجنوبية الحقيقة لا زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم. نتمنى لك النجاح والتوفيق في مسارك الرياضي، ونشكرك على قبولك الدعوة. وأنا لازلت على الطلب، راني طلبتك باش نعود لاعبة معك في الفريق. مرحبا. كنشكركم على هذه الاستضافة، وكنشكروا العاملين الأخوة معك في البرنامج على هذا الامتياز اللي عطاونا باش نجوا حتى حنا نقولوا الكلمه ديالنا في لمسات النسائيه. وهذا كيدل على انكم مواكبين التطورات اللي كاينه في المدينه وتطور الانجازات اللي كيديروها النساء في المدينه. والله يوفقكم والله يوفق الجميع. شكرا خديجه. مشاهدي الكرام، ودعكم مع تحيات مخرج البرنامج الى حلقه جديده وضيفه جديده.